مساكم الله بالخير مشاهدينا. بداية نعتذر عن هذا التأخير بسبب تأخر ضيفنا الكريم النائب السابق وأمين عام المنبر الديمقراطي الكويتي الفاضل عبد الله النبري. حياك الله معنا. الله يحييك. أهلا ومرحبا مشاهدينا. يقول بيان المنبر الديمقراطي الكويتي: التغيير والإصلاح مطلب جماهيري بقيادة طلائع الشباب ودول الخليج، ليست بمنأى عن رياح التغيير وعن التأثر بهذه الرياح العربية. والكويت كما يقول البيان لا تختلف أوضاعها السياسية، فهي تواجه اختلالات جسيمة بسبب نزعة الهيمنة لدى السلطة الحاكمة والنظر إلى الدستور على أنه غلطة كبيرة كما جاء في البيان. يستعرض هذا البيان عدد من الظواهر المستحدثة في السنوات الأخيرة بالكويت كالهدايا والقمع المفرط وتمويل المؤسسات الإعلامية، ويطالب بتغييرات جذرية تمس عملية صنع القرار وتضمن التزام السلطة التنفيذية بنهج جديد. لخص البيان مطالب المنبر الديمقراطي والشباب ب 11 اقتراح، والسؤال: هل فعلا الكويت بهذا السوء كما صوره البيان؟ هل فعلا المجتمع الكويتي مهيئ لمثل هذه المطالبات؟ وهل هي قادرة، أنا أعني المطالبات قادرة على حل مشكلات المجتمع الكويتي؟ هذه الأسئلة كلها راح نحاول نجاوبها في الوقت القليل اللي باقي لنا من وقت البرنامج للساعة 11. فأتمنى التعاون معي بمحمد في اختصار إجابات الأسئلة لكي نحاول تغطية أكبر قدر ممكن من النقاط. قبل ما نبدي، لا نستطيع إغفال جلسة اليوم. 40 عضو في مجلس الأمة صوتوا على إحالة قيادات في وزارة الداخلية بعد أن ثبت تورط الداخلية في قضية الميموني. ماذا تقول بعجالة عن قضية الميموني؟ شكراً عبد الله. قضية الميموني قضية بشعة حقيقة، وتشير تثير مخاوف بأن في اختلالات كبيرة جداً في جهاز الأمن. وأعتقد يعني كمفروض من الأساس أن تروح للمحاكم وتأخذ طريقها حتى بدون أن تعرض على مجلس الأمة، وهذا اللي يحصل في أي بلد آخر. لكن على كل حال يعني أعتقد هذا القرار قرار مصيب، يعني كضغط على الحكومة أو توجيه الحكومة لأن العدالة تأخذ مجراها. قبل ما أدش في الحديث عن بيان المنبر الديمقراطي، اجتمع الشباب الكويتي في 8 مارس تلبية لدعوة عدد من الحركات الشبابية منها السور الخامس كافي ونريد، اجتمعوا في مقابل مجلس الوزراء وكانت لهم عدة مطالب. ما شفنا المنبر الديمقراطي متواجد بشخصكم أو أي شخص يمثل المنبر الديمقراطي، لكن شفنا بيان المنبر الديمقراطي وله مطالب مشابهة وقريبة جدا من مطالب الشباب. وين كان المنبر ذاك اليوم؟ وما رأيك بهذا التحرك؟ وما رأيك بالعدد الذي حضر هذا التحرك؟ أولا يعني أحيي حراك الشباب والمنبر الديمقراطي كان موجود، شبابنا كان موجودين. إذا تكلم عني أنا كنت برا الكويت وأنا جيت الآن، يعني الشباب المنبر موجودين. موجودين نعم. وأستطيع أن أقول يمكن حتى مشاركين في التنظيم. أنا مش موجود لأني أنا جاي رأسا من السفر للتلفزيون. وأعتقد الدكتور يعني أحمد الخطيب كان موجود. وأعتقد يكفي عنا كلنا. حركة الشباب أعتقد يعني اليوم إحنا نشوف حركة الشباب تجتاح المنطقة العربية كلها، معبرة عن عدم رضا على الأوضاع السائدة مختلف يعني أوضاعها. وطبعا لا شك كل قطر له يعني ظروفه ومميزاته، لكن جميع الأقطار العربية تشترك في موضوع ضعف المشاركة الشعبية أو غياب المشاركة الشعبية الحقيقية، يعني وموضوع الفساد وتردي الأداء ينعكس بضعف التنمية، ينتج عنا يعني عدم ضعف الأداء الحكومي وعدم الوفاء بحاجات الناس. وأيضا موضوع ينعكس في موضوع البطالة، وهذا يعكس غضب عند الشباب عامة. الكويت طبعا حركة الشباب هي سابقة، يعني ليست لم تبتدئ ب 25 يناير أو كذا، إنما طبعا هذه اللي حصل بالوطن العربي يدفعها الأمام أكثر. فأعتقد أن حركة الشباب قديمة منذ يمكن 2005 وهي تطور، اللي نأمل أن هذه الحركة تطور باتجاه يعني تبني أجندات ذات مرامي جيدة لتصحيح الوضع، وأن تسعى إلى نوع من التأطير نفسها
في شكل مؤسسي بحيث تكون فعالة ومؤثرة في صنع القرار. نعم، كيف قرأت هذا التجمع؟ كيف شفت العدد؟ البعض من المعارضين أو من يختلفون مع مطالب الشباب يعتقدون بأن الشباب لم يستطعوا أن يحشدوا العدد المطلوب وأن ما زال المجتمع غير متقبل رسالة الشباب بالتغيير. لا، يعني في الكويت لما يحضر بضع مئات أعتقد التجمع كبير، وأعتقد هذا التجمع كما سمعت يعني هو فاق هذا العدد، وصل تعدى الألف أو الآلاف. نعم. فأعتقد لا، حجم يعني جيد. يعني ما تعتقد بأن فشلوا في إيصال الرسالة ذاك اليوم؟ لا، أنت بتقارن في تجمع الصفات اللي كان كبير جدا. نعم. كان 4,000 5,000، أعتقد هذاك أكبر تجمع حصل في تاريخ الكويت. نعم. ما يمكن تكرر كل مرة، يحتاج يعني ظروف معينة يعني. نعم. هذاك جاء بعد يعني مسار تجمعات و وأحداث معينة. يعني أعتقد هذا استئناف في النشاط هذا كبداية أعتقد جيد، والمهم يعني أن تفكير الشباب في موضوع اهتمام بالشأن العام وقضية الإصلاح، هذا المهم. حتى لو كانت الآن يتجهون لشعارات وقرارة، لكن طبعا هذه الشعارات كما رأينا مثل ما حصل بالنسبة للشباب في مصر أو الشباب في تونس. نعم. يعني كانت الأجندة تتغير مع تطور الحركة ومع تطور النشاط، ويضاف إليها أشياء كثيرة جدا. في ناس تخاف من الكلام اللي قاعد تقوله أبو محمد، أنت في كلامك تربط ما يحدث في الكويت، وحتى بيان المنبر الديمقراطي يربط ما يحدث بالكويت بالثورات ورياح التغيير في الوطن العربي. في الوطن العربي كانت الدعوات واضحة، نعم في تعديل وإصلاح النظام، ولكن في عدد كبير من الدول كانت تحاول إسقاط النظام. فهل في الكويت هناك تشابه في الظروف ما بيننا وما بين الوطن العربي؟ وهذا اللي نحتاج أن احنا نوضحه فعلا، وما هو الاختلاف بين مطالبكم في المنبر الديمقراطي الكويتي والشباب الكويتي والمطالب في الوطن العربي؟ لا، احنا اولا الكويت لا شك فيها متميز واضح، الكويت فيها دستور. نعم. ودستور مرضي عنه ومقبول، ويشكل وثيقة عقد اجتماعي بين الحاكم وبين المواطنين. نعم. وتاريخ الكويت في 50 سنة الماضية هو التمسك بهذا الدستور. نعم. وبالعكس احنا نريد تفعيل الدستور، ما حصل هو يعني عدم التمسك بالدستور وعدم التقيد في أحكامه وتنفيذه بالشكل الصحيح، وكما سماها في مؤتمر جدة البيان قال التطبيق الجيد للدستور. نعم. هذا غير. أما في الكويت في مصر وفي تونس وفي الجزائر وحتى اليوم المغرب في منطقة الخليج يطالبون بوجود دستور. نعم. والدستور الحقيقة يعني نستطيع أن نقول هو يعني شبيه بالدستور الكويتي، لكن خلنا نرجع أصل الدساتير، هو دستور 1923 في مصر. هذا يعني دستور ديمقراطي كامل الدسم. نعم. ليس مفصل على أشخاص أو على فئة أو على كذا، دستور فعلا يعني يحقق يعني التطوير الحياة السياسية الديمقراطية. نعم. الآن إحنا اللي نواجهه الحقيقة ما حصل هو انحراف عن الدستور، وما نريده هو العودة للتمسك والتطبيق الجيد للدستور نصا وروحا، هذا هو المطلوب. فأنا أعتقد الخلل اللي نشوفه وشكوى الشباب وشكوى الناس كلها هو عدم التمسك بالدستور من قبل السلطة. من يعتبر الدستور غلطة تاريخية كما جاء في بيانكم؟ يعني احنا لو استقرأنا التاريخ السياسي الكويت في 50 سنة الماضية، الأحداث ابتداء من تزوير انتخابات 67 وقبلها تعديل القوانين الثلاثة لتقييد حرية النشاط السياسي للموظفين والأندية والصحافة، ثم تعليق المجالس، تعليق الدستور وحل المجالس مرتين، والتدخل في الانتخابات وهالأمور هذه. فإذن اللي حصل هو ابتعاد أو بالأحرى تصرفات السلطة كأنما هي تريد أما تعديل الدستور إلغاء تقويضة يعني الحقيقة، لأن اقتراحات اللي قدمت بعد حل المجلس 76 ثم بعد حل المجلس 86 كلها تقلص جوهر الدستور، وخاصة هو سلطات السلطة التشريعية. فطبعا هذا معناتها
العودة إلى إلغاء الدستور باعتباره أنها يعني هذا لا يرضي. لا لكن صاحب السمو أكد على التمسك بالدستور، سمو الرئيس في كذا مقابلة وفي لقاء الرأي أيضا أكد على التمسك بالدستور وعدم وجود نية للتعديل، ما تعتقدون بأن هذه؟ لا هو كل المسؤولين في كل خطاباتهم العنية التمسك بالدستور، هنتكلم على الأفعال. كيف تمسك الدستور ويجري تعليق الدستور سنة 76، كيف تعلق بالدستور تمسك بالدستور ويجري تزوير انتخابات 67، كيف تمسك بالدستور ثم يجري حلنا مرة ثانية 86 ويأتى بالمجلس الوطني، كيف التمسك بالدستور حتى بعد 92 إعادة المجلس الوطني، هذه كلها يعني تفسيرها بأن السلطة الحاكمة لا تريد العيش في ظل وفي إطار هذا الدستور، وهذا هو الإشكال وهذا هو السبب في تعطيل مسار التطور السياسي والتطور الاقتصادي والتنمية والتطور الاجتماعي. نعم طبعا أتكلم عن إلغاء جهاز أمن الدولة، أتحدث عن رئيس وزراء شعبي، أتحدث عن تعديل عدد من مواد الدستور، أتحدث عن استقلالية القضاء وغيرها من الاقتراحات الأحدى عشر التي تقدمت بها في بيان المنبر الديمقراطي، لكن بعد الفاصل. مشاهدينا فاصل ونعود. حياكم الله مرة ثانية مشاهدينا الأحبة، نرجع لكم مرة ثانية. نبي نسمع منك أبو محمد ما هي مطالب المنبر الديمقراطي الكويتي ونتناقش فيها، لأن يعني قرأناها والناس أيضا أرسلت لنا بآرائها فيها، تخوفها منها، بعض السلبيات المتوقعة، بس أبي أسمع منك بداية ليتعرف المشاهد على مطالب المنبر. يعني مطالب المنبر الآن نحن نتكلم عن حركة الشباب وأيضا حركة النواب، مطالبة بتنحي أو تنحية الشيخ ناصر محمد من رئاسة الوزراء، نعم، وتأليف حكومة جديدة برئيس جديد ومنهج جديد. نعم طبعا موضوع تنحية رئيس الوزراء مع كل احترام، وطبعا علاقات الكويتيين بعضهم إن كانت الخلاف السياسية علاقة ود وصداقة وكذا، نعم، وأعتقد الشيخ ناصر محمد علاقته بجميع الناس وهذا، نعم، لا شك هو شخص ودود ولطيف ويقدر ويخجل أحيانا، نعم، صحيح، ولكن نحن نتكلم عن الأداء السياسي. حقيقة الأداء السياسي إحنا حتى صغناها بطريقة يمكن قلنا تصرف إدارة الشيخ ناصر محمد يعني لم تترك مجال للدفاع عنه، يعني الأداء تدنى، نعم، تصرفات مخالفات مالية الحقيقة زادت عن اللزوم، استحداث أيضا أنماط جديدة من التجاوزات وما نحب ندخل فيها. هذه وجهة نظركم، بالمقابل في أطراف أخرى ترى بأن حكومة الشيخ ناصر تمشي بالاتجاه الصحيح في ظل وجود خطة تنمية عملت ما لم تعمل الحكومات الأخرى، في رأي آخر يقول بأن تقييم سمو الرئيس هو من مهام حضرة صاحب السمو أمير البلاد، وبالتالي المظاهرة والمطالبة برحيل سمو الرئيس هو تدخل في اختصاصات صاحب السمو. لا أول شيء خلنا نأخذها من آخر شيء، أولا يعني موضوع التدخل في صلاحية السمو أعتقد هذا فهم خاطئ، وأحيانا أعتقد هذا يطرح حتى في شيء من المجاملة شوية يمكن تميل إلى النفاق. نعم لأن إحنا يعني موضوع اختيار صاحب السمو لرئيس الوزراء هذا حق دستوري، حق أصيل، لكن المجلس أمة لا حق أن يعترض عليه ولا حق أن يستجوبه ولا حق أن وإلا كيف يستجوبه، ولكن مو بالشارع يطالب برحيله، لا الشارع يضغط، نعم، الشارع يبدي ما يريد بطريقة سلمية وفق القانون، حرية إبداء الرأي بكافة الوسائل، نعم، والآن ثبت عالميا يعني موضوع التظاهر والاحتجاج والتجمع السلمي متاح وحتى هذا في الدستور، نعم، فلا بس يعني الناس تطالب بالصحافة بالتجمع بالندوات بكذا هذا حق، ولا يخالف ذلك يعني اعتراض على رئيس الوزراء لخير. نعم نرجع إلى المطالبات، يعني وأنا أحب أشير إلى موضوع ما يسمى بال64، المجلس اعترض على الحكومة بكاملها برئيسها وبكاملها، طبعا اعترض على الحكومة فالتأكيد على تشكيلها، إنما أكيد هي يمس الرئيس وكان رئيس الشيخ صباح السالم، ورفع الأمر للشيخ عبد الله السالم، نعم، وقال الحكومة وشكل حكومة جديدة 64،
فبالتالي يعني كلام ان اختيار صاحب السمو اي نعم اختيار صاحب السمو، صاحب السمو يمارس صلاحيات سياسية بموجب الدستور، كل القوانين كل المراسيم كل التعيينات الوزراء وحتى الموظفين الكبار كلها تصدر بمراسيم مصاحب السمو. نعم واضح. والمجلس والناس تناقشها من هذا الأساس. لا هو 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 اللي غير قابل للنقاش المساس بالذات الأميرية، إنما الأعمال السياسية أكيد هي واضح. من ضمن المطلب الأول أيضا واللي ما تطرقت له هو موضوع شعبية رئيس الوزراء. الآن احنا مقابل لما طرح موضوع تنحية أو تنحي أو تنحية رئيس الوزراء وطرح شعار بأن رئيس وزراء جديد بحكومة جديد بمنهج جديد، السؤال هو هل مجرد تنحية رئيس الوزراء الآن يعني يحل المعضلة اللي احنا بيجابها اللي الكل يشكو من تدني الأداء بشكل عام ويعني تقريبا الانفراد بالقرار؟ يعني صحيح احنا في عندنا دستور بس صار القرار الحقيقة في انفراد بالقرار، قرار يعني قرار السلطة وعدد محدود السلطة وشيوع الفساد والمشاكل الثانية تردي كثير من نواحي الجامعة، الصحة التعليم البيئة المرور وما إلى ذلك، الانفلات عدم تطبيق القانون عدم تطبيق الأنظمة، كيف صلح هذا؟ فإذا احنا نعم بحاجة لمنهجية جديدة، وإنما كيف 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 العوامل اللي لو حدثت تأتي منهجية جديدة؟ تغيير رئيس الوزراء الوحدة قد لا يؤدي إلى واضح. فبالتالي يعني احنا نقول الموضوع محتاج إلى تعديلات في تركيب آلية اتخاذ القرار، تركيب السياسي للكويت ضمن الدستور، من ضمنها اختيار رئيس الوزراء شعبي باعتبار ان هذا اسهل مساءلته، الحساسيات تزوير، ابتعاد عن الموازنات والصراعات والمجاملات داخل الاسره. وهو ايضا هذا اقتراب من نموذج تداول السلطه. حطيت في بالكم السلبيات من هذا الموضوع؟ طبعا في سلبيات، في تخوف، في تخوف ابو محمد، تخوف اكيد. انا خل انقل لك وجهه نظر الناس واترك لك مجال التعليق. في ناس تتخوف من ان رئيس الوزراء الشعبي، اول شيء يقولون الشارع غير مهيئ لاستقبال رئيس وزراء شعبي، الاحزاب ما زالت غير موجوده، في ظل وجود رئيس وزراء شعبي اما سيكون اسلامي او ليبرالي او يمثل طبقه او فئه معينه، وبالتالي الاجندات الخاصه دائما ستكون على الطاوله. ما عندك تخوف من هذا الشيء؟ طبعا هذا الشيء ينطبق على الوزراء. شلون يعني؟ اولا يعني هو صحيح الناس تتخوف، الناس تتخوف من كل شيء جديد، المجهول بالنسبه للناس يعني يحدث تخوف. وانت لا يمكن اذا انت تريد ان تتطور دائما تقدم على شيء جديد مستحدث. الوقت يعني مناسب، يمكن بعد 50 سنة هذه الدعوه، احنا صار لنا 50 سنة. هذا الامر الحقيقه، هاي الامور الحقيقه هي ليست مستحدثه من المنبر، هذه الأمور مستنبطة من نقاشات المجلس التأسيسي ومن لجنة تعديل وضع الدستور. فلجنة وضع الدستور تقريبا يعني هذا الأمور هو تطبيق لما جاء في لجنة تطبيق الدستور اللي كان وضعهم اتجاه أنه يكون نظام برلماني. كلامك جميل، لكن هل أنت تقبل برئيس كليبرالي، هل تقبل برئيس وزراء إسلامي؟ راح تقبل تتعاون معه؟ أنا أقبل بإرادة الشعب، وإذا إرادة الشعب يعني واضح، عدد النواب الإسلاميين في مجلس الأمة واضح، إرادة الشعب لن تكون رئيس وزراء الليبرالي. كيف قبلت أنا بوجود مكاظة؟ راح ستقبل؟ طبعا أقبل وأعمل على تغييرهم. والناس تبي تبي الاستقرار، يعني هذا احنا قاعد نتكلم استقرار ماشي، يعني الحين شو ما في تنافس سياسي، ما في صراعات سياسية. بالتأكيد بالتأكيد في أمريكا فيها صراع سياسي أكثر من عندنا. نعم. طيب شو ما اهتز التقرار السياسي؟ والقضايا المطروحة الآن نزاع في أمريكا أعمق بكثير، وآخرها موضوع غوانتنامو. نعم. كان فيها نزاع، موضوع البرنامج الصحي على نزاع، موضوع علاج الأزمة الاقتصادية كان نزاع، وأدى إلى الآن أن خسارة الحزب الديمقراطي، خسارة الانتخابات. هذا العمل السياسي. إحنا نقول يعني أن أنت فيه خلال آليات السياسية خلال ضمن إطار الدستور يصير في تنافس، وأقبل أنا. اللي ما نقبله هو التجاوز على القانون الدستور. يعني الان لما تيجي انتخابات، تدخل في الانتخابات مرفوض. نعم.
استعمال المؤثرات الواسطة التعيينات مش عارف ايش كذا الفلوس المال مرفوض هذا كله. ايضا في اشياء موضوع انتاج مجلس نتيجة للفرز الاجتماعي قبلي او طائفي او عائلي او لذلك هذا لا نستطيع نقول انه هو ضد القانون لكنه ضد المطلوب السياسي المطلوب التطوير فهذا نعمل على تغييره. زين. انما انا يعني انا الحين شو والله الان عندنا اعضاء نتاج الانتاج القبلي ابين ان هذا في سلبيات لكن ما اقدر ارفضهم. زين خلينا نتابع والا يعني انت الحين لما تكون الحكومه والكل موجود في المجلس قابلين بعض واحنا ايضا تواجدنا قبلنا البعض بعضهم توجه يعني سياسي اسلامي بعضهم محافظ بعضهم رجعي بعضهم كذا انت تشوف بين المجتمع ندخل في عمليه يتخوف من التغيير لكن التغيير لابد ان ياتي اليوم ولا باكر هذه وجهه نظرك طبعا نعم ما خلف توضح لنا المطالب يعني نحاول نحن نستعرضها يعني قبل ما ندخل في النقاش احنا في المطلب الاول تكلمنا عن المطالب الاخرى يعني بعدين نلاحظ ان الدستور الحقيقه يعني الان بدون حتى يعني اختيار وزير شعبي رئيس وزراء لا يحتاج تعديل دستوري نعم بخالف. هذا نتيجه لقراءه الانتخابات وقراءه الراي العام نعم. وسمو الامير يختار رئيس الوزراء بناء على صحيح الان نبي نستعرضهم دون نناقشهم بعدين نتناقش فيهم بعدين اعتقد بان موضوع تداول السلطه والحكومه البرلمانيه نعم هذا المطلب الاول ايضا طرح حتى في لجنة الدستور نعم. طرح في لجنة الدستور أن يكون وهذه من الأمور اللي جرى عليها نقاش مطول جدا نعم. أن يجب أن تكون الحكومة على الأقل نصها من أعضاء مجلس الأمة نعم. وثم بعدين صار يعني نقاش وكذا ووصلوا إلى يعني لم يلغى إنما لم يثبت في الدستور نعم. وقيل بأن تختار الحكومة تختار من داخل مجلس الأمة وخارج مجلس الأمة نعم. الآن اختصر صارت الوزارات يمثل فيها واحد أو اثنين نعم. في 92 في الغزو يعني كان اتفاق القوى السياسية بما بينها يعني التقدميين والإسلاميين أن يكون نص غالبية أعضاء مجلس الوزراء من الحكومة من المجلس الأمة نعم. وبعد انتخابات مجلس 92 تم الحقيقة الإصرار على هذا الشيء من قبل غالبية أعضاء المجلس وصار تفاوض بأن وقتها يعني مع الشيخ سعد أن يعني ثمانية وايد خلوا نرضى بستة وفعلا قبل بستة نعم. بعدين بقى الوزارات كلها تكحل بواحد ولا اثنين نعم. هذا مخالف روح حزب السور فإذا أنت لازم تكون أنت إحنا نظام برلماني إحنا نظام صحيح يأخذ بين نظام البرلماني والنظام الرئاسي نعم. لكنه ينحو نحو البرلماني لأن إحنا عندنا رئيس الدولة هو أمير يتولى مسند الإمارة بحكم الوراثة نعم. وبالتالي له شروط معينة هو يعني ذاته لا تمس نعم. ويمارس فبالتالي الدستور مفصل أن ينحو نحو النظام البرلماني نعم. نظام البرلماني أن تكون حكومة نعم. برلمانية في غالبها على الأقل لم تكون كلها واضح. رئيس يكون برلماني أو يرضى عليه برلمان الأمور هذه كلها إذا أنت الآن نأتي إلى حكومة برلمانية أو يعني يساهم البرلمان في نسبة كبيرة منها إذا هذا يحتاج إلى زيادة عدد الأعضاء لأن احنا اللي واجهناه في سنة 92 لما راحوا ستة للوزارة وجدنا أن كأنه في فجوة في المجلس من حيث العدد يعني مثلا تلبية احتياجات اللجان نشاطات نعم. وزيادة على الأعضاء يستدعي تعديل في المادة 80 بالدستور إيه؟ نعم. ايضا شيء اساسي اعتقد بان موضوع معالجه قضيه الانتخابات، احنا الان وصلنا تعدلنا الانتخابات ربما القضاء على سلبيات النظام من 25 دائره نعم. ولكن الخمس دوائر ايضا فرزت لنا سلبيات جديده ومنها اولا لم تقضي على موضوع المثالب منها استخدام المال واستخدام الواسطه نعم. وطلع ايضا بالبروز اكثر موضوع الفرز الطائفي والقبلي نعم. احنا الان محتاجين لتجاوز يعني سلبيات هذا الفرز الدائره الواحده ولكن انتخاب نسبي انتخاب قوائم وهذا النظام كثير من البلدان تاخذ في كندا وهو النظام الاوروبي معظم الدول الاوروبيه تاخذ التمثيل النسبي اللي هو يعتبر اكثر عداله
إذا صار في خاصة المكونات الاجتماعية فيها نوع من الانقسامات أو التباين مثل ما هو عندنا في كندا في العراق مثلا، فهذا أو 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 أي نظام انتخابي يساعدنا في تجاوز سلبيات الفرز على أساس طائفي أو قبلي أو عائلي أو ما إلى ذلك. أيضا نزاهة الانتخابات وحياديتها وعدم تدخل السلطة بالذات في موضوع الانتخابات، لا عن طريق الواسطة ولا عن... أنت الآن عد كذا ونائب بدون سند من السلطة وبدون الواسطات وبدون كذا ما يدخل المبلغة. نعم، أيضا هذا من أحد المطالب الأخرى. طبعا هذا موضوع الواسطة موضوع أساسي من المطالب الداعش. الواسطة الآن قاعد أتكلم في أثرها في موضوع الانتخابات وإنتاج مجلس الأمة. أحد أسباب الخلل في مجلس الأمة إنه هو من عوامل إنتاجه إلى جانب القبلية والواسطة هو أيضا استخدام الواسطة. ونعرف احنا ايش كثر تودي، ايش كثر تعالج، ايش كثر كذا، ايش كثر كذا، يعتبر رصيد انتخابي. راح نتابع حديثنا ابو محمد بعد الفاصل. بعد الفاصل مشاهدينا راح نتكلم عن دعوتكم بالغاء جهاز امن الدوله لوضعه القانوني او لوضعه غير القانوني والوضع الشاذ، وايضا مطالبه اخرى الحد من هيمنه افراد الاسره الحاكمه في الدوائر والمؤسسات الحكوميه، وهذان المطلبان كانهما موجهان مباشره الى الاسره الحاكمه، والبعض يعني يصور هذا المطلب كانه يعني هجوم شخصي على أسرة الحكم. مشاهدينا فاصل ونعود لاستكمال حديثنا. يا هلا مرحبا مرة ثانية مشاهدينا الأفاضل. كان حديثنا قبل الفاصل عن جهاز أمن الدولة، اليوم تتصاعد المطالبات بإلغاء جهاز أمن الدولة، وبالمقابل في ناس تتخوف مثل ما في كان تخوف بوزراء رئيس وزراء شعبي في التخوف من إلغاء جهاز أمن الدولة. لماذا المطالبة اليوم أستاذ عبد الله في يعني إلغاء جهاز أمن الدولة؟ ليش ما كنتوا تتكلمون عن هذا الموضوع سابقا؟ الخلايا الإرهابية، الخلايا النائمة، هل الموضوعات هذه من راح يجابلها إذا كان جهاز أمن الدولة غير موجود؟ أجهزة أمن الدولة في الدول الراقية الديمقراطية هي لحماية الدولة، لا يعني لا تتعرض لحريات المواطنين. في الدول النامية وبالذات الدول العربية أجهزة أمن الدولة هي ليست أمن الدولة، أمن السلطة، وتتجه هي بوليس سري ضد المواطنين، تجسس على المواطنين. بالكويت نعم. فهذا التخوف موجود، وخاصة الحقيقة هذه الأجهزة هي تبدي يرو صغير وبعدين تكبر تصير وحش يهدد المجتمع وخطرة، وتعطى صلاحيات ونفوذ وأموال وكذا وأماكن اعتقالات بروحهم، هذا شيء غير موجود في الدول الديمقراطية. بس بالكويت في كذي يعني الناس تقول لا تكبرون الموضوع، لا 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 يعني هل لا فعلا مشكله كبيره موجوده بالكويت؟ انت في عندك في وزاره الداخليه وفي اجهزه الشرطه وفي مبحث الجنائيه وفي كذا، كافي. لا انا اقصد هل جهاز امن الدوله حاد عن طريقه فعلا، ام تتكلم عن حاله حالتين فرديتين؟ هل يقمع الحريات؟ هل فعلا جهاز نسمع ان امن الدوله والله نادى الشباب على موقع تويتر او هدد فلان وعلان؟ هذا الظاهر اللي احنا نشوفه ان المساله، هل فعلا هذا موضوع كبير ولا حالات فرديه؟ لا خوف، اذا ما كان ما هو لازمته يعني المين الاجهزه هذه ان تتبع وتجسس على المواطنين وتقديد حريتهم وتقديم، احنا حتى في الكويت في تاريخ طويل يعني صحيح يعني ليس مثل الجهاز الأمن المصري أو الجهاز الأمن السوري أو الجهاز الأمن العراقي أو الجهاز هذا الكلام وضعنا أفضل من غيرنا يعني بمرات، لكنه مو صحيح، يجب أن صحيح غير صحيح. يعني إحنا نقول نريد أن تمشي الأمور بشكل صحيح، نعم. ما نحتاج إحنا بوليس سري يتبع همسات وحركات المواطنين عندك وبعدين هو ماذا نفعل؟ يعني نقول هذا اجراء احترازي استباقي خايف لا يكبر جهاز امن الدوله ولا فعلا في ممارسات خاطئه؟ لا ضروره لها، لان انت عندك اجهزه الامن هي اجهزه داخليه، لا ضروره لامن الدوله. طبعا شنو امن الدوله؟ امن الداخليه شنو مهمتها؟ مش امن الدوله وامن المواطنين؟ زين من يجيب لنا معلومات على الارهابيين؟ من الداخليه عندها مباحث جنائيه؟ شلون ما حد يمنع ان تجمع انت معلومات؟ نعم.
ليش اليوم هالمطالبة أبو محمد؟ بالفترة اللي فاتت كلها ما أشوف أحد تكلم عن إلغاء جهاز أمن الدولة، إيش معنى اليوم تنادون بإلغاء جهاز أمن الدولة؟ وفي العديد من الكتل والتجمعات والتحركات الشعبية نادت حتى في يوم التغيير ذاك اليوم بنفس هذا المطلب، لأن في وأعتقد يعني التعيينات الأخيرة في جهاز الدولة وإعطاء امتيازات، وأنه يعني هو ما صار الحقيقة ضمن نظام وزارة الداخلية يعني تحت وزير ثم وكيل والأجهزة كلها تتبع له، صار فيه إعطاء امتيازات معينة وسلطات معينة، وهذا يخوف، وإحنا لا نرى في حاجة له. وعلى كل حال يعني إذا كان هنالك حاجة فيصير في تنظيم بقانون بنظام يقرر المجلس الأمة وكذا، إنما يعني هالشكل جهاز فلتان يعتقل على كيفه ويحاكم على كيفه ويودي المحاكم على كيفه، هذا ما يجوز. ما جهاز أمن الدولة إذا كان حتى يعني في هو جهاز للأخطار الخارجية يعني، إنما أمن الدولة، ولكن ما يصير هو يكون مهمتها هي تجسس على المواطنين ومضايقتهم والتضييق عليهم وكذا، حتى لو كان بشكل غير محسوس. موضوع آخر أيضا، الحد من هيمنة أفراد الأسرة الحاكمة على الدوائر والمؤسسات الحكومية. يعني شوف السابق في الكويت يعني قبل الدستور في الخمسينات وحتى في المرحلة الأولى ما كان أفراد الأسرة الحاكمة يتدخلون في لا في الـ في الـ في الدوائر، يعني هم بالرؤساء الدوائر في الدولة ما يتدخلون في الإدارة. واليوم وين هيمنة أبناء الأسرة؟ في كثير من الإدارات هم عليها، هاي واحد ومنها جهاز من الدولة وهو مرتبط طبعا بالأشقاء الأربعة يعني، وهم شكلهم ظاهرة بالشك يعني. موضوع في كثير المؤسسات يعني، هل هذا الموضوع شخصي ضد الأشقاء الأربعة كما سميتهم أبو محمد؟ لا يعني الأشقاء الأربعة يعني الشيخ أحمد الفهد وأخوانه، إيه نعم هم الآن نعتقد بأن يمثلون خطر على الحياة الديمقراطية، لأن ممارساتهم سواء منهم في الإدارة أو في الهيئات الشعبية ماشي عكس السير، عكس ما هو مطلوب لتطوير الحياة الديمقراطية. وهم يبدو في يشعرون بنوع من الحظوة وكذا، وهذا الحقيقة مخالف حتى تقاليد الكويت وعاداتها، ما كان هكذا يعني. الهيمنة هل مقصود في أحمد الفهد وأخوانه؟ لا الشيخ أحمد لا الفهد لا 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 الكل كل يعني. طبعا أنت الأسرة الحاكمة لها يعني احترام وتوقير اجتماعي ووضع اجتماعي وكذا، وبالتالي يتبع النفوذ. هذا النفوذ إذا مورس بطريقة سلبية، وهذا اللي صار يعني الخوف التداخل في الانتخابات، أنت نعرف وأنا أعرف أنه في أعضاء جابوهم الأسرة الحاكمة، أفراد الأسرة الحاكمة بطرق مختلفة، بالتمويل بكذا، هذا ما كان موجود بالأول بتاريخ الكويت. يعني الأفراد الأسرة الحاكمة كانوا رؤساء دوائر بس، ما كانوا بالإدارة. واليوم هم في الإدارة، وهم اليوم جزء من أفراد الأسرة الحاكمة من أبناء المجتمع الكويتي. دوائر اللي صارت وزارات. نعم، ويحق لهم أن يمارسوا هذا الدور أبو محمد. ما نقول ما يحق لهم. أولاً يعني بس إحنا يعني في هنالك إشكالية، وهذه أثيرت أثيرت لم تطر اليوم. أثيرت يعني بالتسعينات يعني. وأنا من الأشخاص اللي أثرته. موضوع من الدولة. لا الهيمنة الأسرة الحاكمة، الأسرة الحاكمة على الدوائر، وثيرت مع المسؤولين يعني كبار المسؤولين إن هذه ما هي زينة يعني، خطرة وتناقض المسار الصحيح يعني، لأن أفراد الأسرة لما يكونون في مؤسسة يصير لهم نفوذ غير عادي خارج الدستور خارج القانون خارج كذا، وهذا الموضوع يعني نحظى في عدة مؤسسة. أيضا الحقيقة في هيئات المجتمع المدني هذا ما كان، كانوا أفراد الأسرة يصيرون رؤساء فخريين للأندية، إنما ما يدخلون في المؤسسات المجتمع المدني ويدخلون في صراع مع بقية مكونات المجتمع. بس وين المشكلة أبو محمد بأن الشيخ طلال الفهد يكون رئيس لنادي القادسية؟ ما هو قدساوي يحب الرياضة حال أي يعني وين المشكلة؟ أحتاج توضيح. لا شوف الدخول في الرياضة في النوادي في كذا
في الحقيقة أدى يعني إلى مشاكل وصراعات إحنا بعيدين عنها، وفي إخفاقات أيضا في مجال الرياضة. ما مطلوب أنه يجي يدخل في صراعات في الآخر، لأنه ابن الأسرة الحاكمة، له نفوذ وله وضع اجتماعي وله امتيازات. ما يجوز، إحنا نبي وضع ديمقراطي، ما يصير. العائلة الحاكمة لها مكانة خاصة ولها مخصصات 50 مليون، فما يجوز إن وهم بعضهم كلهم يعني هم في خط التولي مسند الإمارة، خاصة ذرية مبارك. فالنموذج الديمقراطي إن الأفراد العائلة الحاكمة ما يدخلون في المسائل في الإدارة أو حتى الوزارة أو حتى ما يدخلون حتى في الوزارة. هي طبعا هي شلون النرويج والسويد والدنمارك وبريطانيا ما في أفراد الأسرة الحاكمة يكونون في الوزارة. وإحنا هذا الموضوع يعني مشاركة في الوزارة يعني هذا كان يعني افترض أنه مؤقت، لأن موضع الدستور كيان الدستور الكويتي هو كيان يميل إلى الكيان النظام البرلماني اللي الحكومة تنبثق، مجلس ينبثق من انتخابات والحكومة تكون مفراز انتخابات. هذا هو شيء، وهذا اللي يسمح الدولة والسلطة. أنت الآن لما يجي شيخ خلاص ما تقدر توخره، ولو إذا توخره يصير في حساسيات، وهذا اللي حصل الآن. حتى رئيس الوزراء ما قدرنا نحاسبه، واللي حصل في المجلس أمة أن الاستجاب يجري في الجلسة السرية مناقض للدستور وهدر لمواد الدستور. أنت تعرف شنو صار في 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 استجاب رئيس الوزراء؟ ما نعرف، أنا ما أعرف نقلا عن اللي قلت. لكن وفق اللائحة ما حدث. لا 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 لا، ما جلسات المجلس علنية. لأن المجلس الأمة يراقب الحكومة، ولكن الحكومة تملك الطلب هذا. لا اسمح لي، لا أكو شيء أساسي، أساسيات. هذه من الأساسيات، ولكن المجلس يمارس أعماله تحت نظر مراقبة الشعب اللي انتخبوه، وهم أصحاب المصرع وهم أصحاب السلطة. لكن طلب سرية الجلسة حق مشروع الحكومة، لا تتفق لا لا تختلف لا. هذا لما يكون مس قضايا تتعلق مثل ما قلنا بأمن الدولة. نعم. وهذا أساسا ما عاد لوجود، لأن هذا تقليدي، ما عاد في أمن الدولة، لأن الحروب الآن تناقش في جلسات ألف. حرب العراق وحرب أفغانستان وحرب بالمجلس البريطاني وبالكونغرس وحرب تحرير الكويت نوقشت علنا. نعم واضح. فبالتالي ما عاد في هذا التقليد قديم. واضح. فبالتالي شنو الخطر الأمن على أمن الدولة أن يناقش رئيس المجلس الوزراء في استجواب؟ واضح أبو محمد. في ظل حديثنا عن التغيير والإصلاح والتجديد وتغيير الوجوه، هناك من يلوم التكتلات والتوجهات والقوى السياسية في الكويت على أنها ما زالت تعطي المجال للوجوه الحرس القديم، والحرس القديم لا يعطي المجال للشباب. ونتكلم هنا المنبر الديمقراطي مثال من الأمثلة، راح نتحدث عن هذا الموضوع خصوصا في حديثنا عن الشباب وثورة الشباب ودور الشباب. فاصل ونعود مشاهدينا لاستكمال الجزء الأخير من حلقتنا. حياكم الله مرة ثانية مشاهدينا، وصلنا إلى الجزء الأخير. اليوم الحلقة يعني مع الأسف الشديد راح جزء كبير منها، وراح نمدد يعني عندنا هالخمس أو سبع دقائق الأخيرة. التوجهات السياسية في الكويت اليوم تطالب سمو الرئيس بالابتعاد والرحيل بعد 6 سنوات فقط، وتطالب بالتغيير والنهج الجديد والإصلاح. بالمقابل الحرس القديم في القوى السياسية ومنها المنبر الديمقراطي الكويتي، وأتحدث عن يعني شخصك الكريم وعدد من الشخصيات الكبيرة القديرة في المنبر الديمقراطي والقوى السياسية، ما زالت على الكرسي ولم تعطي اليوم المجال للشباب للقيادة. السؤال، أين التناغم ما بين الدعوة إلى التغيير والتجديد والواقع الكويتي؟ ألا يفترض أن نبدأ بهذه الخطوة بأنفسنا قبل أن نطالب فيها؟ طبيعي. والمنبر الديمقراطي اللي فوق غيري أنا واللي كبار السن واللي فوق 50 أو 60 يمكن 2 في الأمانة العامة. نعم. الباقي كلهم تحت 50، والغالبية تحت 40، بعضهم تحت 30 حتى. فتقريبا تقدر تقول حتى اللي يعني
تقريبا في أواخر الأربعينات أو بعد 45 وفوق ممكن يشكلون ثلث الأمانة العامة. يعني الشباب متواجدين في المنبر؟ طبعا. يعني اليوم نتحدث عن انتخابات أمانة عامة في المنبر الديمقراطي الكويتي. نعم. عبد الله النيباري هل يفكر أن يتابع المشوار مع المنبر الديمقراطي أم يعطي المجال للشباب هذه المرة؟ والله أنا الحقيقة طلبت من سنة أو أكثر إعفائي من الأمانة العامة، وأعتقد هذا الموقف ما زال ساري. ما زال ساري. زين، في ظل فراغ كرسي النائب خلف دميثير راح تصير في انتخابات تكميلية في الدائرة الثانية، هل عند طبعا إذا حصل هذا الموضوع، خصوصا أن وردنا أن وصل الحكم إلى رئيس مجلس الأمة، هل لديكم مرشح؟ هل سيكون عبد الله النيباري؟ هل شخص آخر؟ طبعا أولا أشكر كثير من يعني الأخوة في المنطقة، يعني اتصلوا وكذا ويحثون وكذلك، لكن هذا الموضوع بعد ما أخذنا فيه رأي ولا قرار. نعم، ما يعني للحين ما درسنا ولا. أوكي زين، احنا سألنا هذه الأسئلة، لكن الحين نعود إلى بعض المطالبات اللي يمكن ما تحدثنا عنها. احنا ما تكلمنا عن موضوع الأحزاب السياسية من ضمن مطالب المنبر الديمقراطي. الأحزاب السياسية، إنشاء هيئة مكافحة الفساد وإقرار كشف الذمة المالية، فتح ملفات الفساد وملاحقة الإثراء غير المشروع. نعم، تحدثنا عنهم. طبعا موضوع الفساد قضية كبيرة جدا، يعني عندنا ومثل ما هو في البلدان العربية وفي الدول النامية، لكن عندنا كبير جدا، ومع الأسف في قضايا فلتت يعني لم يتم محاسبتها، وفي تعديات كثيرة على أملاك الدولة أيضا بقرارات مخالفة للدستور والقانون، هذه يجب فتح ملفاتها ومتابعتها. وهي قضية أساسية، يعني قضية الاستبداد والفساد قضية أساسية في الأنظمة العربية. وإحنا لسنا استثناء من ذلك، بالعكس في تفرد في القرار، وفي فساد كبير الآن، وفساد حتى في المؤسسات. مطلوب موضوع كشف الذمة، مطلوب كشف الذمة، لكن كشف الذمة يجب أن لا يكون صوري، كشف الذمة بحق وحقيقي. كل المسؤولين في مجلس الأمة، في الوزارة، في كبار المسؤولين، يجب أن يكون في كشف الذمة لهم، يعني معروف، بحيث الناس تقدر تحاسبهم. ويجب أن يحاسبون. موضوع القضاء أيضا، احنا طرحين موضوع نزاهة القضاء، ارتفاع بقدرة القضاء، وأيضا يعني حقيقة استقلالية، يعني كثير من الشباب يطرحون استقلالية القضاء. نعم، مطلوب استقلالية القضاء، لكن المطروح استقلالية القضاء الآن هو استقلال الإداري. أنا أعتقد هذا صحيح مطلوب، لكن المطلوب أكثر أن يكون يعني قضاء مقتدر، قضاء محايد، قضاء فيه شفافية ونزاهة. قضاء أحكامه جيدة. يعني إحنا الحقيقة حتى الآن نتساءل كيف قضية الناقلات، متهمين 5، 4 يحكمون 50 سنة، وكبيرهم يطلع يحفظ قضيته. هذا سؤال حقيقة حتى الآن ما في جواب عليه، كيف حصل ذلك؟ ليش؟ أنت قولي ليش؟ الأربع الفريق من 5 كلهم متهمين. 4 الصغار أو متوسطين يدانون بأحكام تمتد إلى 50 سنة. والكبير تحفظ القضية. انت قول لي ايش السبب؟ انت قاعد تعطينا اشارات وانا ما ابي يعني ما ابي اخذ زياده. هذا قضيه يعني تمس القضاء. واحنا نتحاشى ان نمس القضاء، لكن نوجه رساله القضاء ان هذا السؤال حتى الان مطروح. وكذلك قضايا تعدي على املاك الدوله، الاثراء في الكويت هالطريقه، عن طريق الفساد، المقاولات والنقصات، وعن طريق يعني الاستحواذ على أراضي بطرق غير مشروعة وبطرق مخالفة للقانون. يعني صحيح تصدر في قرارات، لكن هذه القرارات مخالفة لقانون أملاك الدولة ومخالفة للدستور. فهذه يجب متابعتها، مثل ما حصل الآن مصر. هذا الشيء الأمر حاصل مصر، أن تم منح أراضي، وهذا الأمر الآن مطروح بالسعودية. أنا الحين كنت بالسعودية، أنا جاي اليوم من السعودية. من الأمور المطروحة أيضا منح الأراضي. المنح الأراضي الآن مطلوب فتح ملفاتها ومتابعتها. واضح. فهذه قضايا الفساد وأشكال. يعني خلني أختم معك بسؤال. أنت تحدثت عن 5 متهمين وكبيرهم خرج من هذه القضية. اليوم عندنا قضية أخرى، قضية مقتل المواطن الميموني. وهناك تخوف من أن القتلة
ما يأخذون جزاهم، بأن ممكن يتم التضحية بأكباش فداء من الموظفين الصغار، والموظف الكبير أو المسؤول عن هذا الموضوع يطلع منها مثل الشعرة من العين نفس ما حدث في الموضوع اللي تحدث عنه. هل هذا التخوف موجود؟ خلنا نقول إن شاء الله ما يحدث. نعم. لكن أن يحدث مثل هذا الشيء بيكون خطير جدا، وأنا أعتقد ربما يصير مثل عربية الخضار ماس تونس، تفجر، راح تفجر غضب لدى الجمهور. يعني احنا يعني شوف الان الان المنطقه العربيه ومنطقه الخليج والكويت بالذات، يعني الحراك الجماهيري اصبح كسر حاجز الخوف واكتسب مهارات واكتسب يعني إيحاءات ونماذج اتباعها. فبالتالي نأمل أن الأنظمة الحاكمة تأخذ بعين الاعتبار هذا، تحارب الفساد. شكرا. وتستجيب لمطالب الجماهير في الإصلاح، مشاركة شعبية فاعلة. شكرا أبو محمد. مشاهدينا الأحبة سامحونا اليوم صار في ضغط، حاولنا قدر المستطاع أن احنا نجيب على الأسئلة المهمة، كان عندنا تحضير أكثر من كذي. كنا نتمنى من الشخصية الاقتصادية عبد الله النباري أن يحدثنا عن ملاحظاته على خطة التنمية، ولديك الكثير من الملاحظات. كنا نتمنى أن نسمع رأيك بما يحدث في مصر وتونس واليمن والبحرين وليبيا والمغرب وإيران والسعودية. قصر الإعلانات يعني، ولا الفلوس أحسن من الحوار. شكرا أبو محمد. مشاهدينا الأحبة نشوفكم على خير إن شاء الله الأسبوع المقبل، وإلى اللقاء.